بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة والمتابعين الأفاضل. سنتحدث اليوم عن لوحة التحكم الموجودة في أجهزة الأشعة، والتي غالبا تكون في نفس النظام تقريبا أو نفس الإطار، واللي هي راح نبدأها. راح يكون عندنا هون العوامل للتحكم في الكي في، في الكيلو في فولت. إذا هون في عندنا أسهم، هاي تتحكم بالكيلو فولت، إنها ترفع الكيلو فولت 1 باي 1. في عندنا هون على الجنب بيدي سهمين، هي بتنزل 10 10 كي في، بتنزلوا 10 10 او بتطلع او بنرفعوا 10 10 10 كي في. طبعا هون اذا بتنزل 1 1. في عندنا هون الام اي اس، الام اي اس اما بتيجي هون كوحده واحده، الام اي مع الاس، انا ما بتحكمش بشيء وما اعملها منفصله، بحيث اني انا محتاج يكون الام اي عالي والسكند واطي، او العكس الام اي واطي وال السكند عالي، هون يكون من فوق مفصولة عن بعضها. فعندنا هون 180 ملي سكند، يعني هاي ال 180 ملي سكند عبارة عن 180 على 1000 من الثانية، لأنه عندنا ال1 سكند تساوي 1000 ملي سكند. فعندنا هون 180 ملي سكند، ننتبه لهي دائما، إن هون هل هي ملي سكند ولا هل هي طلعت على السكند، لأنه صار عندنا هون 1 سكند، لكن قبل كانت ملي سكند. هاي 500 ملي سكند يعني نص ثانية، او بتكون مدمجة مع بعضها. هون بصير عندنا ام اي اس اللي هي مضروب السكند في الام اي، يعني لو جينا ضربنا هاي ال 400 على 160 على 1000 راح تعطينا 63 ام اي اس. فالام اي اس عبارة عن مضروب الام اي في الملي سكند، ال 400 على 170 على 1000، لو شلنا هون الصفر 2 3 مع ال 1000 اللي تحت ضربنا 16 في 4 راح تعطينا 63 او 64 ام اي اس. نفس الشيء هون عندنا، هاي بترفع السكند بمقادير قليلة، وهون بترفع بمقدار كبير الأسهم هاي الجانبية. هون في عندنا نفس الشيء الأم إيه، لما نحكي عن الأم إيه هون بتنزل كميات كبيرة، هون بترفع عفوا 50 باي 50، هذا يطلب الإكسبوجر فاكتور. هون في عندنا شغلة اللي هي السمول فوكس أو لارج فوكس، هل بدك تستخدم السمول فوكس أو اللارج فوكس؟ زي ما بتعرفوا في عندنا سمول فوكس في الجهاز، وفي عندنا لارج فوكس تو فوكس. سمول فوكس بنستخدمه للاجزاء اللي بدنا فيها فاين ديتيلز، واللي بدنا فيها لو كي اللي بيكون فيها الام اي، ما بقدر نضع كميه ام اي عاليه، يعني مناطق فيها اللي هي السمول فوكس نستخدم فيها ماكسيمم ام اي، بيكون تقريبا يعني الام اي ماكسيمم بيكون هون مش اكثر من 125 ام اي الماكسيمم هون بالجهاز هذا بالسمول فوكس. بينما باللارج فوكس بقدر اطلع على الماكسيمم تبعه تبع الجهاز، ماكسيمم هون 400، هون السكند قليل، ممكن اطلع كمان او انزل السكند شوي يطلع معي الام اي هون، ما لا هون هو الماكسيمم تبع الجهاز قديش بيكون الام اي، هون 400 كانه الجهاز فيه. الان الاجزاء الاخرى الموجوده باللوحة التحكم، عاده في عندنا شغله هون اسمها اوتوماتيك اكسبوجر كنترول اذا بدي استخدمها، وهاي برضو يعني الكونترس تبعها، يعني ما يتعلق في الايش في الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول، هل هو بدك اذا بيطلع معك الصوره مثلا دارك او سوفت بتزيدها من هون، انه كيف تطلع معك جوده الصوره. هاي السبيد اذا كان تستخدم كاسيت، انه قديش السبيد تبع الفيلم، زمان الافلام كانت تيجي فيها الايمج 7 سكند يكون في هاي سبيد او لو سبيد او نورمال. في عندنا هون كمان الاون والاوف تبع طبعا المشين، هذا الاساسي بالكنترول بانل، الاون تبع الكنترول بانل، هاي برضه تتعلق في البيش في الاوتوماتيك اكسبوجر كنترول، البيشنت فات ولا نورمال ولا سمول عشان يتحكم لي في الاكسبوجر. هاي كل النقاط عاده بتكون مبرمجه، بحيث اذا بدي هاد مثلا احط هون بعطيني اكسبوجر لحاله جاهز مثلا، او للسكال بتكون مكتوبه هون كل اكسبوجر. شوف كل كبسه بتعطيك اكسبوجر مغاير ل حسب ما هو مبرمج الجهاز، تبرمج يعني بدل كل مره انت تيجي هون وتختار الاكسبوجر، بس مجرد ما ضغطت هون بعطيني 53 معروفه، هي هون تكون هاند مكتوب عليها مثلا، او هون نفس الشيء شوف هون اعطاك 76 مثلا تكون سكال مثلا، وهي بتكون مبرمجه ومكتوب عليها زي هون في بعض المناطق مكتوب عليها، شوف هون 60 هاي مكتوب هون something يعني you can read it. الان في عندنا هذول السمبل هذول اللي تحت، هذول طبعا عالميات في كل الاجهزه موجوده، هاي تتعلق في الاوت باكي، هاي تتعلق بالباكي سوباين، هاي الباكي ستاند، هاي شغله اسمها التوموغرام كانت زمان، هاي اشاره كانت لتقطيع الفلوروسكوبي،
وفي كبسات يعني استخدامها قليل. طبعا التحكم في الاكسبوجر لما بيكون عن طريق الهاند هون اللي عباره عن كبستين، واحده بتعطي بريباريشن والكبسه الثانيه مضغطه لتحت بتعطي الاكسبوجر، او ممكن من هون بنفس الجهاز يكون في عندنا هون كبسه ونعطي من هون. هاي اعطتني ريدي هون، شوف هون ريدي